السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور كلها طيبه الحمد لله. كيف كتشوفوا قدامنا عندنا اليوم خزو، خزو منقي محيد له القلب. عندي الخزو مشرمل. البنات المبتدئات اللي ما عمرهم كيشرملوا خزو، اليوم عندكم طريقه سهله وكيجي زوين لذيذ غزال تبارك الله، كيحمقنا كاملين. طريقه البقوله، وكاين من احسن البقولات اللي كتعجبنا هي خزو مشرمل. ان شاء الله دابا هو عندنا مقشر منقي محيد له كاع القلب ديالو. نحطو يتسلق مع شويه الماء وشويه المليحه، ندوش ملحه بزاف حيت اش كنديروا الحامض. الحامض هو احسن حاجه بالنسبه للماء للتشرميل ديال الخيزو. ندير يتسلق في البوطه فوق العافيه على نار متوسطه، تيتسلق وينشف الماء ديالو صافي. ندوزو نشرملو، ندوزو مع المقادير، نتلاقاو بعد ما يتسلق ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات انا رجعت لكم بعد ما تسلق الخيزو ديالنا، هو كيطيب مزيان والماء ديالو كينشف. ما نرميوش الماء ديالو، نحيدوه قبل ما ينشف، الماء ديالو خصو يبقى فيه. دابا نشوفو المقادير اللي غنحتاجو. هو عندنا مسلوق بالمليحة، فيه شوية المليحة، نحتاجو حامضة صغيرة أولا نص حامضة كبيرة، جوج معالق كبار ديال القزبر المعدنوس، ورقة كبيرة دهريسة، تلاتة ديال دروس ديال التومة كبار، عندنا الكامون وشوية البزار. وعندنا حتى جوج معالق كبار ديال الزيت رومية، اليوم غنشحرو هاد البقولة ديالنا. ندوزو نبداو على بركة الله. هادنا الزويته ديالنا في الكاسرونه سخن مزيان، كنضيفو الهريسه والثومه، هادي العطريه ديالنا كامله. غنخليو الحامض حتى للاخر. كنخليو هاد العطريه كتشحر مزيان، ماشي تحرق، يعرف العافيه مهيله، كتشحر مزيان. ملي تشحر مزيان كتطلق النكهه ديال هاد الثومه والبيض، تطلق النكهه مع الهريسه. عاد كنحطو خيزو ديالنا وكنحركو تاهو مزيان. المهم هاد البقوليات هادو من احسن ما يكون للصحه. الانسان يكون يحاول ما امكن ياكل الخضره بزاف، سواء كان سلطه او بحال بهذا الشكل هذا بحال البقوله، راها مزيانه للصحه الصراحه. الانسان يفكر في صحته بالنسبه للخضروات ياكلها بزاف. ما كنديرش زيت بزاف باش ما تجيش مقليه، بغيها تكون غايه صوتي كدايا وعلى المهل. كتشحر هاد الشرموله ديالنا، دابا غندوزو باش نكبو خيزو ديالنا المسلوق مع هاد العطريه هادي. ريحه زوينه والطعم يكون اجمل كثر من الريحه. كنبقاو نحركوها حتى العين يعجبها هذا اللون. هذا صراحه الالوان زوينه، والعين هي اللي كتاكل الاولى، كيشهي هذا الشيء. نخليوها شويه مع هاد الشرموله تدخل في خيزو مزيان. اللي ما كيبغيش الحار بلاش ما يدير الهريسه، اولا يدير داك الهريسه الحلوه، كاينه هريسه حلوه كتجيبو نزيد باش السوق عاديه غسلوهم تكون بحال هكاكا رقيقه صافي تولي عندك داك الهريسه الحلوه. Thank you.
دابا هاد الماء دخلت شارمولات خيزو، دابا نكبو داك الحامضة، عصير الحامضة. ملي كديرو الحامض صافي كتفاداو الملحة بزاف، غنسلق معاها واحد القبيصة د الملحة، الملحة اللي يقدر ينقص منها جهد ما أمكن يكون أحسن. الحامض خلاص راه مزيان للصحة، بنخليو هاد خيزو دينا يشرب هاد الشرمولة مع الحامض، ونقدموه بالصحة والراحة. نسيت ما قلتلكمش المقادير، عندنا معلقة كبيرة زيت العود، كنحطوها هي التالية كاع بعد ما كنطفيو العافية، كنكبو ديك المعلقة زيت العود. بعد ما طفينا العافية كنخويو هاد المعلقة زيت العود، معلقة كبيرة، باش كتبقى النكهة ديالو في البقولة ديال الخيز. زيت العود نفضلو دايما نفضلو ما نقليوهاش، ما نشحروهاش أبدا باش ما تفقد الفوائد ديالها، ونيت كتسمم إلا قليتوها كتسمم. دابا هكدا غتستافدو منها مزيان، ملي غتحركوها مع هادشي هدا غتاكلو زيت البلدية نقية وصحية ليكم وبالصحة والراحة. ها هو البنات الطبق ديالنا واجد ديال خيز ومشرمل، ريحتو كتشهي وصحي بزاف، نتمنى انكم ديروه وليداتكم والأسرة كاملة. راه صحي، الانسان يستافد من خيزو، الفوائد ديالو كتيرة بالنسبة للنظر والصحة كاع كاملة مزيان الصحة ليك. وخلاص التومة، ثم اللي مكيبغيش ياكلها ياكلها هكايا مع شرمولة. نتمنى انكم ديروا هذا الطبق لعائلتكم، انت عجبكم هذا الطبق هذا نتمنى انكم تشتركوا في القناة ديالي، مرحبا بكم دائما عندي في القناة ديالي الحلقة الشمالية. خليتكم على خير، نهاركم مبروك، السلام عليكم.